السعي بين الصفا والمروة تعبدا لله سبحانه وتعالى، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيطوف بينهما ويسعى بينهما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا السعي، ومتذكرا ما حصل في أصل تشريع هذا السعي، في أصل تشريع هذا السعي وما حصل لأم إسماعيل وما أكرمها الله سبحانه وتعالى به، وما وكيف سعت في بطن الوادي وهو الذي يرمل فيه الناس ويسن فيه الرمي في الرمل فيه للرجال، السعي بشدة. فهذه كلها معاني يستحضرها الإنسان تعبدا لله سبحانه وتعالى واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.